ما انت في زابينج لطيف وجميل. احاول ان اكون احاول بالطبيعه ان شاء الله يعطينا شرف المحاوله اللي جا مش شوي. نحكي المره هذه في الزابينج على اهم الاخبار وبالطبيعه نبدا بخبر ايجابي، نحاول ناخذ بعض الاخبار الايجابيه. نحكيو على محطه صفاقس قرقور لتحليه مياه البحر اللي بدات تضخ في المياه. نعم. واليوم ان شاء الله وزير الفلاحه باش يدشنها، لهنا نحكيو على الخزانات مليانه ان شاء الله. اليوم باش تكون اوفيسيالمون تبدا السونات تضخ في الماء اللي هو محلى من مياه البحر ب 25000 لتر مكعب باش تكون المرحله الاولى. بالطبيعه باش تكون مرحله تجريبيه، من بعد باش يخدموا الخزانات الكل باش تولي 100000 لتر مكعب يوميا. لهنا نحكي الكلمه هذه ممكن البعض ما يعرفوش قيمه الشيء هذا، لانه برشا في صفاقس وبرشا في سوسه وبرشا في بعض مناطق الجمهوريه عندهم ولات كثرت عندهم الانقطاعات، للاسف هذا الوضع اللي وصلنا له. والانقطاعات نتيجه ندره المياه تقصد؟ ما فماش ماء، لازمنا نكونوا لازمنا نقصد هذه حاجه لازم الناس الكل. هذاك علاش حسام المهندسين والخبراء ما يلزم يفكروا، واكيد قاعدين في المخابر نتاعهم ويحاولوا يبتكروا كما حكايه تحليه المياه. حل من الحلول من بعد كان هو مكلف، هو مكلف اي راهو يتكلف برشا فلوس، شنو متفاهمين. هو الحل الاول والاخير انه ان شاء الله ربي يرحمنا، هذه الحاجه الاولى، صب المطر ان شاء الله تفرد الامور. الحل الثاني واللي هو حل ثاني لا ثالث لهما، الحل الثاني هو الاقتصاد في المياه الموجود. أي الطرف المياه الموجود التبذير. التبذير راهي حاجه خايبه على الاخر ودخلت في العادات نتاعنا، صحيح بداو ينقص التبذير بدا ينقص مقارنه بقبل، اما راهو هذا اللي يمنع انه الحل الوحيد اللي نجمه يا ربي يرحمنا يا نقتصدوا في المياه الطرف اللي موجوده. هذا حاجه كما قلت حاجه باهيه هذه، حاجه باهيه ان شاء الله، وان شاء الله ما تدعم الحكايه هذه نتاع محطه تحليه مياه البحر، لانها حل من الحلول. مش الحل الوحيد اما حل من الحلول. في تونس فما برشا حفلات ناجحه، لهنا باش نحكي لك على اجواءك انت. نحكيو على حفله حمزه نمره اللي صارت في كرتاج. اي مشيت تفرجت، مشيت حبيت نشوف شنو هو. يعني شاب لطيف، هو عنده حضور جميل على الرقح، كان الافضل انه يكون هندامه خير من هكا، يعني كان سبور هو رياضي، ولكن وين المشكل؟ يعني لا لازم يكون شوية انت حالك باش تفرج. يعني لو سمحني، هو لا 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 هو لا. حمزه نميره فنان، اسمع ملتزم ملتزم، اما أي فنان يغني في انت ماشي باش تحضر تفرج فيه. اي ولكن لازم يكون هندامه لايق. ما حسيتش هندامه معناتها يضر العين او هندامه مقلق. كان عادي جدا، يعني عادي جدا. ولاحظوها بعض الاخيان اللي حكيت معاهم في المسرح غادي. نجم يكون كلامك صحيح، نجم يكون كلامك صحيح، اما هذا لا ينفي انه حمزه نمره فنان معناتها محترم جدا. ولكن وكذلك حاول انه يملى بعض فراغات، يعني ملا السهره باعادات، واعتمد على انه يدغدغ عواطف الجمهور التونسي باش غنى له بعض الاغاني التونسيه. اي ما هو راهو هذيك خدمته. أيه. هو راهو حمزه نمر فنان ملتزم، اما يخدم على حاجه اللي نسميها ليروبريز. ليروبريز انه شنو يعمل بعض الاعادات، عاود اغاني سعوديه، اغاني جزائريه، اغاني مغربيه واغاني تونسيه. أيه. هذاك جزء من الريبرتور نتاعو، ما قالش انا فنان صوتي ما فماش كيف اختيار، وانا من حقي باش نلاحظ هذا. واضح. ثم في كلمتين نقول لك بكل صراحه، بكل صراحه ما تغشش، ما عندي علاش باش نتغش، خير اخوه ولا صاحبه. مهرجان قرطاج اكبر منه الحقيقه، اكبر من حمزه نمر. والله كان بالامكان انه يستنى يعني سنوات اخرى، ومرحبا به. هو عمل حفلات ناجحه في الحمامات، وكان معناتها وعنده جمهور كبير ياسر، والحفله نتاعو كانت معبيه، ومعناتها حتى الاكثر من هكا هو راهو ناجح برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. الجيل الجديد يحب برشا حمزه نمر. ممكن هذاك علاش. لا انا تفاجات بحاجه انه خاصه البنات المتفرجات في مسرح قرطاج حافظين اغانيه. حافظين اغانيه. مالك تشوف حفل الحمامات انت اللي فيه مرتضى. زاد كان حفل من انجح الحفلات اللي صارت. على كل هذوما شفت الفيسبوك صديقك شي عمل؟ انا هو منهم صديقك الفيسبوك. الفيسبوك اي هو راه صديقني الكل، مش صديقي انا شخصيا، اما راهو جزء من حملات التسويقيه انك تركز شويه على نجاحات الفنانين، لانه توا اللي قاعد يصير ما عادش يصوروا الفنان سور سين ولا يصوروا الجمهور بكل ما تعنيه هذاك من بعض التجاوزات، خاطر ساعات واحد يمشي لسهره من السهرات وهو شيخ أي. يغني مع الفنان نتاعو، يلقى روحه من غدوه على تيك توك وعلى الفيسبوك، شوفوا فين وصلنا والشيب والعيب والكلمه هذاك. فلذا يا خويا احترموا على الاقل شويه شخصية. الخصوصيه، ولا شويه الخصوصيه نتاع العباد. انت ماك تلفزه ماشي باش تصور، صور الفنان، حتى جمهورك باش تصور يا تفلوتي الوجوه يا صور بعض العباد بالاوتوريزاسيون نتاعهم، لانه فما بعض التصوير ساعات لبعض العباد تعمل لهم مشاكل. وهذه انت ما يسالش يصوروك، ما عنديش مشكل، هذا في صوره ماء مشيت للمهرجانات. اما الحاجه اللي عملت البوليميك هو لا حمزه نميره لا مرتضى، لطيف العرفاوي.
في تبرقه ولا في صفاقس؟ في صفاقس مش تبرقه، عملت تبرقه وصفاقس، اما في صفاقس عملت بوليميك كبيره برشا مش بالفن نتاعها وبغنياتها وكذا. انا يعني المره اللي فاتت حكينا على الذكيه نتاع لطيف العرفي وقلنا انها اتصاليا ذكيه برشا، تعرف شنو تعمل وتعرف وقت تتكلم. وهي كانت توجهت بتحيه لجمهورها عبر برنامج يوم أكيد سعيد. اكيد اما القفله او تنجم تقول فما تصريح كلمه قالتها في مهرجان صفاقس ما عجبتش برشا ناس، عجبت برشا ناس صحيح، في تونس اسمها فماش حاجه نتفهموا عليها. شفت يبدا كولور اكحل، يقول لك لا مش اكحل برشا. باهي اش قالت؟ هات نسمعوا شنو قالت. اكيد جايين يسحقوا تونس باش تولي بلادهم ويوطنوهم، شنو نقولوا لهم؟ ردي البال وغرر، بلادنا ملك التوانسة فقط لا غير. من الاخر الله يحمي بلادنا ويحمي كل شبر منك يا تونس. قالت بلادنا ملك التوانسه فقط. اي نعم، هذا أي ممكن الشيء اللي هو بتبيع رايه وهي حره تقول اللي تحب عليه. تبقى بالنسبه للناس يعني الكلمه الافضل انها ما تقالش الحقيقه. ومنها هي لانه من حق كل مواطن في العالم انه يجي لتونس. وهي نفسها تعيش في بلاد البر، هي نفسها تعيش في مصر، معناتها سمعت نهار اخر واحد قرر في مصر ولا لطيف العرفي ولو انها يظل خذت جنسيه. قال ما حشتنيش بلطيف العرفي ولا اي فنان يجي. اي خذت جنسيه ولكن في الاخير تبقى هي تونسيه بالدرجه الاولى. تعامل على انها تونسيه. معناتها كلمه كنت نجم تتجاوزها، كنت اذكى برشا يعني من كلمه لطيف. كما يقولوا مال بلاسي. مال بلاسي، يعطيك الصحة. لهنا لما حالة فما صحفية والناشطة ريم الخذيري قالت انها باش ترفع بها قضية في العنصرية. قالت الكلمة هذه مش حلو، باش ترفع قضية في العنصرية بلطيفة العرفاوي، والنائبة فاطمة المسدي دعات لدعم لطيفة العرفاوي والترحيب بها يعني في صفاقس. دافع عليها بالطبيعة ومش لقاوها هكا وهكا. نرجع تويكا للألعاب الأولمبية باش نحكيو على بعض. ما تنساليش آية هذيك اللي غنات في آية ناكامورا في باريس. أي نعم، آية ناكامورا اللي هي مالية، هي هي مالية فرنسية. هو لسه ما ينجم يقول لك تطلعش جابونيز ولا كوريان، لا لا لا، هي ماليه فرنسيه. وكانت عرضت لحمله عنصريه. وهي انا عجبتني الحقيقه. عجبتك هي ولا غنيت؟ لان فما فرق كبير ياسر معناتها بين الزوز. بكل 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 ممكن تنفع نعديك على بعضك كل ممكن نعديك سري. ولو انه ما وصلت غنيت في الحفل الافتتاح كان مسارت بوليميك كبيره على الاخر على الاخر. واليمين المتطرف هجمها، وحتى مارين لوبان هجمتها. مارين لوبان قالت تغني نامبورت كوا. راس مالها شنو هي مارين لوبان؟ راس مالها هنا تهاجم المهاجرين اكثر لا اقل. معناتها هي اصلا من اصول بوها كان من البيانوار في الجزائر. معناتها ساعات ناس معناتها اللي في يحبوا يخرجوا بعض العقد الموجوده فيهم يخرجوها في الفنانين. وهذا آية ناكامورا هي انجح فنانه فرنسيه لسنه 2024. معناتها فلذا من حقها انها تغني في افتتاح الالعاب الاولمبيه. سمعني حاجه من غنيها توا. تو نسمع كما نحب نكمل فقط تحكيو على افتتاحيه الالعاب الاولمبيه والجدل اللي كانت عملته. نحكيو لهنا رغم كل الابهار في التصور وفي التنفيذ الا انه لقطه تعديت في افتتاح الالعاب الاولمبيه هي لقطه العشاء الاخير للسيد المسيح. أي اللي تقدمت بطريقه مغايره باش ما نقولش حاجه اخرى. لهنا واديت المواقف كبيره ياسر وبرشا من التفاعل وبرشا من ردات الفعل. لهنا نحكي مثلا رئيس الكونغرس الامريكي قال انه اللوحه صادمه ومهينه لكل المسيحيين حول العالم، وأن الحرب على العقيدة المسيحية لا تعرف حدود حاليا. هذا رئيس الكونغرس. نحكي لهنا على رئيس مجلس كنائس الشرق يرى أنه إهانة للسيد المسيح عليه السلام، حتى أنه الأزهر الشريف يصدر بيان يدين فيه الإساءة لأنبياء الله ويحذر من استغلال المناسبات العالمية للإساءة للدين. بعض الجرائد ممكن أو عديد المواقع الإلكترونية اللي ما عرفناهاش عندها مواقف معناتها ممكن مع الدين أو حاجة كما هكا، الكلهم وقفوا وقالوا لي مش معقول هذه إساءة للدين المسيحي. علاش نقول الكلمة ذي؟ لأنه اللجنة الأولمبية قررت، واللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 قررت أنها تفسخ الفيديو بتاع الافتتاح وتعتذر، تهبط اعتذار رسمي. حاجة باهية. رغم أنه من الأول قالوا احنا رم بلاد لايك وذي من الحاجات اللي تبنيت عليها فرنسا وإحنا النجم نعبروا كما نحبوا، أما رم شفناهمش اعتذروا على الإساءة للدين الإسلامي اللي صارت مش مرة مش اثنين. لأنه نعاود نرجع مرة أخرى عرفتك الدوبل ديسكور اللي قاعد يقال. ازدواجية الخطاب. ازدواجية الخطاب من ناحية بالنسبة لهم هم لا يجب الإساءة للرموز المسيحية وكل شيء. صحيح. من ناحية مثالش كي تتعدى حاجة فيها علاقة بالإسلام. هو إجمالا الاستعراض الافتتاح كان جميل، يعني اثار اعجاب الناس اغلب الناس في العالم، ولكن فما برشا ملاحظات يعني تتقال. اكيد هذا اللي نقاش فيه. ولو انه لهنا الالعاب الاولمبيه السنه عملت برشا بوليميك اكثر من هكا. قال لك زاد راهو برشا تشكاو من الماكله.
برشا قال لك الماء مش موجود، تصور في باريس قال لك فما برشا قالوا ظروف الاقامه خايبه، فما شكون قال راقدون على كراذن هي المحلة. ورئيس بلديه باريس قامت وعامت في بحر سان للتاكيد على انه الماء صافي نظيف، ولكن يبدو انه فما لا 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 ما ينجم يقولوا الماء صافي، هذيك حركه شعبويه اللي عملوا فيها، ما هذا ما يمنعش انه الماء مش خاطر فما لجنه وجاو يعملوا في التمارين يلقاو الماء ملوث ملوث ما ينجموش يعملوا فيه، فلذا يعملوا معناتها الرياضه نتاعهم، فلذا تأجلوا بعض الالعاب. انت حسام مغروم بالسباحه؟ مش برشا الحق، ما نحبش البحر مش مغروم. اي تحب تعوم في السان؟ اي نعوم علاش ليه؟ اي نعم. تستاهل علاش ليه؟ نحكي المره هذه لي حبيب معناتها لاختماء مساله التطبيع الرياضي تعاود ترجع مره اخرى. المره هذه ماك تعرف نحكيو التطبيع الرياضي، نحكيو على دوله وحيده مفزتها العالم الكل اللي هي كيان بلوتو، مش دوله نحكيو على دوله الكيان الصهيوني اللي مفز برشا ما عادش يحبوا يتواجدوا معاهم، برشا يحبوا معناتها فما اختيارات، فما شكون ينسحب ويتحمل عقوبات اللجنه الاولمبيه، فما شكون يواجه يخسر كما صار مع الخصم المغربي، وفما شكون يواجه ويربح كما اللي صار مع كازاخستان. اما الجزائري نحكيو لهنا مسعود ادريس اختار مواجهه، اختار انه طريقه ذكيه برشا انه عمل زياده في الميزان باش ينجم ما يتعداش ويلعب كونتر منافسه الكيان الصهيوني. شكرا حسين.